نعم. فضيلة الشيخ، في المنطقة الشرقية يكثر الرافضة، وقد يدخل بعضهم أحد المساجد فيصلي، فهل ننكر عليه ونخرج من المسجد، وخصوصا في مناطق الأعمال حيث يزدحم المسجد في صلاة الظهر لاشتراك مع الرافضة في نفس العمل؟ نعم، لا أرى أن تخرجوهم من المسجد، بل أرى أن تمكنوهم من المسجد ليصلوا، ولكن يجب عليكم أن تناصحوه وأن لا تيأسوا من هداية الله لهم، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد بلغني أنه ولله الحمد بدأ منهم أناس يتحررون من رق مذهبهم ويلتحقون بمذهب أهل السنة والجماعة. نعم.